بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين. كيف تحصل قراريط كثيرة في الجنة بعمل يسير جدا جدا؟ القراط الواحد أعظم من جبل أحد في الميزان يوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: من صلى على جنازة كان له قيراط من الأجر، ومن تبعها حتى تدفن كان له قيراطان، أدناهما أفضل من جبل أحد. لذلك عبد الله بن عمر بن الخطاب عندما سمع هذا الحديث استحسر، قال: والله لقد ضيعنا قراريط كثيرة. لذلك الصالحون العارفون بالله المشمرون للجنة يعمل إيه؟ يوم أو يومين أو 3 أيام في الأسبوع حسب ما ربنا ييسر له، لما يلاقي عنده يوم أجازة يروح يصلي في المساجد الكبيرة اللي هي بجوار المقابر. يعني عندنا في الإسكندرية مسجد العمري، مسجد الموساة. ليه؟ لأن هذه المساجد بيكون فيها في كل صلاة يصلى فيها على موتى، مش ميت واحد، أنا بقول موتى. والله في مرة من المرات صلينا على حوالي 9 أو 10 موتى في صلاة واحدة. تعرفين صلاة الجنازة بتاخد قد إيه؟ صلاة الجنازة بتاخد دقيقة أو دقيقة ونص، 4 تكبيرات، بتبقى أنت واقف تقرأ الفاتحة وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين تدعو للموتى، بعدين تدعو لجميع موتى المسلمين على وجه الأرض. ما بتاخدش منك دقيقة ونص، دقيقتين. طب ده أنت ده يبقى أنت في صلاة واحدة لو صليت بكل ميت بتاخد خيرات، بكل ميت بتاخد زي جبل أحد في الميزان يوم القيامة. يبقى أنت في دقيقة ونص أو دقيقتين بتاخد أكتر من 10 جبال زي جبل أحد في الحسنات يضاعوا في ميزانك يوم القيامة. لذلك عكف الصالحون على ذلك. لما يلاقي عندهم أجازة يروح رايح، ما يصليش بقى في مسجد جنب بيته، يروح رايح المسجد ده ويقعد فيه 2 3 ساعات، ياخد له 15 جبل 20 جبل، ويعمل كده كل أسبوع. شوف بقى الثواب العظيم اللي أنت بتحصله في دقيقتين. جبل أحد، خلي بالكم، جبل أحد. أنت كده كده بتصلي الجماعة. طب بدل ما بتصلي في المسجد ده، روح صلي في المسجد الكبير ده اللي الذي يصلى فيه على عشرات الموتى كل يوم. في كل صلاة جماعة بيبقى في موتى، بكل صلاة جماعة لا يقل عن 4 5 3، في بعض الأحيان بيبقى 10 في كل صلاة. فلو قعدت 2 ساعات في المسجد ده في يوم أجازة هترجع مثلا ب 10 جبال زي جبل أحد. ثواب عظيم جدا جدا. وفي ايه؟ في دقيقة ونص أو دقيقتين. طب ميزانك يبقى عامل ازاي يوم القيامة؟ ده غير بقى ان الجزاء من جنس العمل. ربنا سبحانه وتعالى يقيد لك من يصلي عليك عندما تموت. يعني يسبب الأسباب ويجيب لك الناس تصلي عليك، لأن الجزاء من جنس العمل. أنت بتصلي على ناس أنت ما بتعرفهمش، بعدد الناس أنت ما كنت بتعرفهمش، ربنا يقيد لك من يدعو لك ويكون هذا في ميزانك يوم القيامة. فعمل يسير جدا وصعب عظيم جدا. يعني لما في دقيقة ونص أو دقيقتين تاخد 7 أو 8 أو 10 جبال أو 5 جبال زي جبل أحد. ولو قعدت في الجامع 2 أو 3 صلوات، لو عملت الموضوع ده مرة في الأسبوع، مرة بس، مش هقول لك مثلا 2 ولا 3 ولا كل يوم ولا ده. كل ما تلاقي عندك يوم أجازة اجري على الجامع ده واقعد زي ما الناس بتعمل، يعني في مسجد المواساة ومسجد العمري في الإسكندرية، واقعد في الجامع ظهر وعصر وصلي. يبقى في الأسبوع في شهر تكون مثلا حصلت ثواب زي 30 جبل من جبل في جبل أحد. طب بالله عليكم الميزان يبقى عامل ازاي يوم القيامة؟ ثواب عظيم جدا. فباب عظيم من أبواب الخير. فيا ريت كل اللي سمعنا دلوقتي يحاول وقاتل إن أنت تعمل كده. انتهز الفرصة الآن. الحياة الدنيا الحياة فرصة، الحياة مزرعة للآخر. على قد ما تزرع على قد ما تلاقي. فما تصليش بقى في الجامع جنب بيتك، لا، روح اكبر ابعد مسجد او اكبر المساجد اللي هي جنب المقابر التي يصلى فيها على عشرات الموتى كل يوم، وصلي هناك 2 3 على قد ما تقدر، عشان تحصل بكل ميت بتصلي عليه جبل. وما بيصلاش في الصلاه الواحده على ميت واحد، لا، ده بيصلى على 3 4 5 7 في بعض الاحيان 10. فهتحصل ثوابا عظيما جدا، لان دعائك في الصلاه بيصل الى كل هؤلاء الموتى،
الدعاء بيكون جامع. فانا اكتب لكم الحديث ده تحت الفيديو، ان تنسخوا هذا الكلام وتنشروه ونشر هذا العلم في ثواب عظيم لعلم علما فله اجر من عمل به يوم القيامه، لينقذ ذلك من اجورهم شيء تشوش تفعيل جرس اشراق في القناه ليصلكم كل جديد، وتساعدوني على شر السنه التربيه. كل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.